يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذه المقالة إن الأديان السماوية ثلاثة: الإسلام واليهودية والنصرانية؟ إن كان قصده أنه سواء وأنه يخير الإنسان أنه يكون يهودي أو نصراني أو مسلم وأنهم كلهم مسلمون، فهذا من أعظم الضلال والعياذ بالله والإلحاد، لأن اليهودية والنصرانية نسخت بالإسلام فلم يبقى إلا دين الإسلام فقط الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نسخت ولم يبقى إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به فقط، هو ما جاء به فقط، فلم يبقى دين غير الإسلام، ومن كان على غير الإسلام فهو من أهل النار كائنا من كان. نعم.